بالنسبة للبريشر تريجر ده، لو بيشنت خلاص انت عارف ان الايفورت بتاعه بقى احسن، ممكن نستخدم البريشر تريجر. وبرده في كل جهاز هتلاقيه مختلف عن التاني، سواء ده ليه زرار لوحده، سواء بيشتغل في نفس الزرار مع زرار الفلو، بس من الناحية دي يشتغل فلو ومن الناحية دي هيشتغل بريشر. معنى بنظبطه ازاي؟ احنا قلنا ان هو البيشنت لو عمل ايفورت، في مفروض في بيس فلو، ده هو ده اللي عامل القيمة بتاعت البيب. يعني في فلو معين موصل البريشر ان هو يبقى بيب اللي هو 5 مثلا، في ضغط موجود هنا. لو البيشنت عمل ايفورت من هنا هيبقى في نيجاتيف بريشر، هيقلل البيب اللي كان هنا مثلا 5 هيبقى هنا 4. يعني لو البيشنت عمل ايفورت 1 نيجاتيف، فالخمسة دي هتبقى 4. لو البيشنت عمل ايفورت 2، الخمسة دي هتقل 2 تبقى 3. لو انا هجيت ظبطت التريجر سنسيتيفيتي بتاعت البريشر، هتلاقيه دايما بالماينس، هيقول لك ماينس 1 ولا ماينس 2 ولا ماينس 3. انا بختار، لو انا اخترت ماينس 1 معناها ان البيشنت ده على الاقل لازم يعمل بريشر 1، يقلل البيب 1 عشان الجهاز يحس ان هو كده بيتريجر. لو انا ظبطته على ماينس 3 والبيشنت ده لسه اكيوت كونديشن، يا دوب الايفورت بتاعه على قده، ممكن ينقص بيب واحد بالعافيه خالص، وانا حاطط بريشر تريجر على ماينس 3 وهو بيعمل بالفعل مجهود بيقلل واحد، الجهاز هينجلكت كده ومش هيحس ان هو بياخد بتريجر ولا حاجه. وفي الوقت ده هتلاقي البيشنت عمال يعمل ايفورت، والمشكله عندك انت عشان عامل السنسيتيفيتي عاليه قوي بتاعته، الفيديو هيفصل. تمام.